انا بالكون نلقب بن شيخه مالغري كو على بالي والله العظيم غير بن شيخه بن شيخه. انا راني نشوف واش دار، نهضروا بالانجازات، نحوا العواطف اكوتي ونهضروا بالانجازات ونهضروا بالارقام. بن شيخه يعني انا لو كان جا جا جات فيا انا نديروا ان اونترينور ونزيد ثاني بزياده، على بالي باللي راح يمد اضافه للفريق الوطني، لان دوكا يعني لو طون اللي رانا فيه هناك تخبط يعني كما يقولوا في لونترينور. لكن بن شيخه والله غير لي كاباب، بن شيخه سي ان اونترينور للفريق الوطني. لكن كاينه حاجه بن شيخه انا نقولها بكل صراحه، ما عندوش مع الحساسيه من جهه الغاشي، لازم احنا ثاني نحترموه في ستاديتو، لازم باسكو المعنويات تاع ان اونترينور تكون من عند الغاشي، هو النابض ديالو. صافي دير الى احنا عطينا له القيمه تاعو هو كومان اونترينور، هو ثاني والله راح يبروغريسي ويمد. انا نقولها بكل صراحه، انا اللي راني نشوفه انسب. جالفور، القوه والمناعه من قلب الكوتيفوار. شيري يرافقكم في كان الكوتيفوار. استمتع بأجواء الكان مع بلاطة. لوكس، الشيبس رقم واحد في الجزائر، يتمنى حظ موفق للمنتخب الوطني. كادياس، طريقكم نحو الكوتيفوار. رامي، الذوق الأمثل في كان الكوتيفوار. تكنونورم، يتمنى حظ موفق للفريق الوطني. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.